بلادي كل ما دار الحديث وسالة حروفها هي اللي عز حاضرها يحكي طيب ماضيها بلادي كل ما جار السماء وشالت ظروفها هي اللي يبتسم وجه الحياة حل طاريها تحتفل بك أبجديات الشعر وينتشي بك كل معنى للفخر افرحي يا ديرة المجد التلي يا معيدك أجمل أيام العمر درت الدنيا عليك أغلى سلام في وصوفك ينتهي كل الكلام يكتب التاريخ اسمك بالذهب يا كويت الخير يا أرض السلام يا وطن دم فخر ما يزول
مساكم الله بالخير وحياكم الله في دوانية التلفزيون. كل يوم يمع نجتمع معاكم وهذه مناسبة جدا سعيدة إن شاء الله في هذا اليوم اللي يسبق طبعا يوم 25-26 فبراير. ارتبطنا في يوم 25 فبراير من زمان، أيام الاحتفالات القديمة اللي كنا نسويها على البحر. وأنا اليوم جايب لكم خوش ضيوف خفاف على القلب وعزيزين على الخاطر. أول شيء العم فؤاد مقهوي، مساك الله بالخير. وخالد، مساك الله بالخير، يا أهلا وسهلا، حياك الله. طيب إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، المباركة. الله يبارك فيك. والعم صالح المذن أبو محمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله، يبارك فيك. عساك بخير. الحمد لله بخير. طمني على صحتك. تمام، الحمد لله، الحمد لله. أبي أرجع الناس الحين، إحنا نشوف الاحتفالات هالوقت غير احتفالات قبل، اللي نقعد من الصبح ننطر المسيرات اللي تصير على البحر. يسكرون، تذكر من مكان، من صوب الأبراج، ما كانت الأبراج بعد، كانت قبلها، كانوا يسكرون الشارع لين آخر شارع الكورنيش في ذاك الوقت كان اسمه. نعم، شارع الخليج، شارع الكورنيش. وكنا ننطر المسيرات، المدارس العسكرية، الجيش، الداخلية، ويمرون الطيارات فوقنا. الله. أبي أرد على ذيك الأيام مالت قبل، إحنا الحين ما نشوفها. صح. إنزين، بس كنا نقعد وما نتحرك. إلا أن أنا أشوف نفسي قاعد على الرصيف مع الأمهات، الأبهات، العمام، كل الكويت تشوفها طالعة صافة صفتين على يمين وشمال الشارع. نعم. لين آخر الطريق. نعم. ويشوفون هالاحتفالات هالطيبة الزينة. أبي أرد على ذاك الوقت، أبي أرجع الناس لذاك التاريخ. أم أبو خالد، خلنا أقول لك أبو مشاري، قولي قبل الـ يعني الاستعراض هذا اللي، أي. اللي كان على البحر. صح. قبله. نعم. أنا أذكر في سنة 62، أي. اللي هو الـ العيد الوطني الثاني. نعم. اللي هو في عام 62، كان في 19/6/62، كان يعني بشهر 6 كان موت حر، حر حر، اي صح، اي. وكان الاحتفال في ال شو اسمه هذا، الدائرة الاول، اي. والدائرة الاول هذا كان يسمونه الجزيرة الخضراء. صح، كانوا يسمونه الجزيرة الخضراء. هني كان الاحتفال، اي. وهني كانت توقف سيارات، وهني توقف الناس، كانوا مو مهتمين، حر ما حر ما في. كنا طلعنا احنا، انا اذكر احنا صغار طلعنا وشفنا الاستعراض اللي مر في هالمكان هذا، اللي هو في الجزيره الخضراء. الحزام الاخضر قصدك؟ ها، الحزام او الحزام الاخضر. صح. انا اسف، الحزام الاخضر مو الجزيره الخضراء. صح. الحزام الاخضر، يمكن ضيعت شويه. صح. الحزام الاخضر هذا فعلا كان فيه، طبعا قبل لا يصير الدائري الاول ما في، كان شارع، وكانوا على التراب، وكان يعني احتفال فعلا فعلا كان حلو. صح. وكان اول مره ونشوف هالدبابات ونشوف هالمدرعات ونشوف الجيش. شيء غريب علينا، شيء غريب. احنا كنا نشوفها بالسينما، نشوفها بالسينما، نطالع الجيش والدبابات، هذا عمرنا. صح. ما شفناها. صح. شفناها بالاحتفال هذا، وايد استانسنا، وايد فعلا يعني حسينا بان الكويت انتقلت من عهد الى عهد ثاني. صحيح. لا، وحر وموت وهم قاعدين الناس. اي حر وموت. ها ابو محمد. نعم، وكان الاستعداد يعني قبلها بكم يوم، يعني المدارس، يعني الوزارات، كل جهه مختصه. ابو محمد، سيارات، السيارات تذكر؟ يحطون هالسيارات ونغطي يغطون السيارات، والناس تقعد فوق السياره وتمشي، والناس مستانسه، طاويها مستانسه. صح. اي نعم. وبعدين الامان، ما في مثل الحين هالماي وهال اللي يرشون على الناس، تخيل الازعاج وهالامور. حتى العاب ناريه فيها بعضها بعيده، الناس بس تشوفها. اي يعني صدق فرحه. صح صح. وان شاء الله نشوفها ان شاء الله ان شاء الله. لا، هم الحين اذا انا ماني غلطان قاعد اشوف ان في العاب ناريه، لكن يوم 28 يعني حاطين جدول. اي نعم، وحاطين يوم 28. يعني انا دائما اقول الالعاب الناريه ترتبط ب 25-26 دائما، نحب نشوفها في هالوقت هذا. صح. فأتمنى الناس أن أيضا تروح وتشارك وتشوف، لأن حاطين أيضا من أعتقد من الجزيرة الخضراء للأبراج إذا ماني غلطان، حاطين المكان اللي بيسوون فيه الاحتفالية هذه كلها. المحافظة على التراث، يعني إحنا الحين تكلمنا في شيء وحابينه، شوف شلون يعني بقلوبنا ومتذكرين هالصور هذه، وإحنا شوف مر علينا زمان وللحين نتذكرها كأنها أول أمس.
نعم. بس احنا نبي نحافظ على هذا التراث، على هذا الشيء. الحين الاحتفاليات اللي نشوفها الحين على قولة ابو محمد، حذف بهالماي وقعد رشها ها ابو محمد. اي والله، وغير السجاجين وغير الهوشات وغير، ما شفنا كذي قبل والله. لا ما ابد. اي اي والله، شوف الفريج كله يمك ابو خالد. احنا اللي شفناه الناس كلهم تجمعوا. نعم. تجمعوا في المكان هذا. أي. وكلهم قاعد يطالعون ومنتبهين حق صح. الاستعراض هذا صح. وفعلا ما في مثل ما تفضل ابو محمد، لا في ضرب في الـ في التفافيخ هذه اللي فيها ماي، ولا في ضرب في اشياء ثانيه، ولا في مشاكل، ولا في، وحتى سيارات بعيده بعيده. انا اذكر ونشرت صوره صح. في جريده الوطن. أي. لما كنت بالوطن. أي. صورة السيارات اللي كانت واقفة في البراحة. أي. بعيدة عن الاحتفال، ما في هل يضكون الشباب مثلا، يضكون الناس أو يصير مشاكل. لا، كلهم واقفين عارفين مكانهم وعارفين مكانهم، يروحوا مشي ومشي شارك. وقف. أي. سيارة وروح مشي صح. ما همه حر ما حر، ما همه يروح صح. مشي ويوقف عند الاحتفال ويشوف الاحتفال هذا. هذه نقطة. النقطة الثانية مثل ما تفضلت، المحافظة على التراث. أي. المحافظة على التراث هذا شيء مهم جدا، وأنا يعني من رأيي أن تشكل لجنة عليا للمحافظة على التراث. أي. ويبحثون فيها كل ما يهم التراث صح. من صور، من وثائق، من من من, من, من ناس كبار عاصروا الحقبات القديمة صح. نقعد ونسوي هالشغلة هذه كلها ونوثق يعني الكويت، التاريخ الكويتي كله صح. وهذه تكون مثلا يعني جزء من تراثنا اللي نحافظ عليه على طول، علشان الاجيال الجايه والاجيال اللي وراهم يشوفون ويعرفون ان الكويت هذه الحين موجود شويه، لكن في كتب متفرقه، في كتب متفرقه صح. فاحنا نبي هاللجنه هذه تكون هي المسؤولة عن التراث الكويتي بطريقة علمية وبطريقة صحيحة وسليمة. احنا قاعد نواجه مشكلة في ان احنا نعلم، وهذا جاي الان يعني مناسبة تحرير الكويت. نعم. ان احنا نعلم الجيل الجديد احنا مرينا بشنو. اي. يعني احنا اللي مرينا فيه صعوبة خسارة الوطن وخسارة الربع. نعم. والاهل ونبي نحاول ان احنا نوصل لهم فكرة الخوف، وإن الكويت نعمة حافظوا عليها أنتوا، والله ما تعرفون قدر هالديرة هذه إلا لما تخسرها. يعني أنت ما تعرف قيمة أي شيء بيدك لما تخسره، فلوس ولا أي شيء مادي عن أبو محمد عدل. ما إحنا قادرين نوصل لهم هذا الشيء. يعني تعرف الجيل الجديد ما يتقبل، لما تقول له يقول لك إيه بس ما تقدر تخليه يحس، لازم نوصل له. اي هذه الصعوبه عموما، يعني التراث مثل ما قال ابو خالد، مو بس بعد هم التراث، بعد نوصل لهم الاخلاق صح والطاعه. نعم. امور كثيره صحيح. شلون محبتهم وتعاونهم فزعتهم صحيح حق ديرتهم، هذا من التراث بعد صح. يعني هذا اللي وصلوا لنا اهلنا صحيح. شلون اول اذا واحد خسر ولا شيء بتجار ولا غيره قاموا فيه، هم نفس الشيء الحين صحيح. الجار ندري عنه، لازم اي شيء يصير مشكله يصير شيء نعلمهم، نوصل لهم ان هالشيء هذا يعني في احترام الكبير، وفي امور كثيره يعني التراث اللي جانا من اهلنا. بعض الجيران الحين تسلم عليهم ويخزك، وش حق مسلم علي اصلا؟ ما مع الاسف والله مع الاسف. اي والله، بس هم نظل موجود الجيران. اي ما تهدى ما تهدى. اي والله. الحين سالفه الموروث الشعبي، يعني قاعد احس مساء انت قلت انه يعني خل نحاول ان نرجع هذه الامور مره ثانيه. قاعد نحس انه في فقدان لحس الموروث الشعبي، قاعد يفقد الاهتمام بسبب التفتح الإعلامي، والناس قامت عندها اهتمامات كثيرة. لكن لازم يكون عندنا شق كبير في داخلنا أن احنا نحافظ على قسم الماضي هذا، لأن يقول لك إذا ما عندك ماضي ما عندك مستقبل أصلا. أنت تنطلق من الماضي إلى المستقبل. نعم. أهم شيء احنا عندنا اللي قاعدين نشكي منه، مدرسة ما تعلمه طبعا بالأمور هذه. مي. اللهجة راحت. ليش؟ لأنه ما يقعد مع أهله. ما يقعد مع أهله. الوضع غير صح. أحمله على ويبه وحده صح. وغده.
صح ولا على الريوق صح كلهم متفرقين كلهم متفرقين هذا بالجامعه صح ولا هذا بالدوام ولا هذا وين يسمع الكلام اي اي المدرسه خليط ما شاء الله اي ونسمع هذا ولا عدلت له قال شنو احنا كلامنا كله غلط كله غلط كله غلط يعني وشلون كلامنا انت كلامك هذا في يعني من اللغه صح كلامنا بالكويت يعني وغير الخليج صح. كلامنا عربي مو يعني ابو محمد مساء علقت على اللي وراي ايه ما شاء الله شنو لها. شنو قلت عنها يعني معطيه بعد وهي لوحه طبعا اي إيه رسم اظن ولا المهم ان معطيه الواوين وشغله حلوه اي كانها يعني صج كان إيه. حسيت انك صج. حسيت انك داخل الليوان قاعد اي نعم اي نعم. إيه. انت قاعد تشوف ان البنيان الحين فقد لان انت وايد تسولف ولما دشيت هنا شفتك تطالع المكان يعني حسيت نعم. حسيت كانه ان انت بينك وبين مكانك نعم. بس قاعد تشوف البنيان الحين الحديث اخذ وايد من الطابع الحضاري العالمي اللي خسرنا فيه اي والله النقشات لو اللي يذكرنا باهلنا يعطيك اريحيه عدل صح يعطيك الصراحه يعني من تشوف الباب تذكر من دش هالباب هذا البيت هذا من هالناس هذه شلون بيت صغير يحتويهم شلون ما شاء الله هذا صغير صح بس لكن صح. كبير بالعطاء وكبير بالعادات والتقاليد صحيح الحميده يعني ما شاء الله من تشوفه ترتاح صح هالناس شلون عاشوا هني اي قلب واحد متحابين متعاونين الحين ما شاء الله بيوت هي بيوت كبرت البيوت بس تباعدت القلوب اول قناعه عندهم اي صح بهالبيت هذا صح كل شيء عندهم ماشي الحمد لله رب العالمين الحين يطبخون مطبخ وفي كل شيء ولا ياكلون يطلب من المطعم يطلبون ايوه ها ضحكت ابو خالد سنك مار فيها اي والله اي والله مع الاسف تشوفهم تشوف اللي يوصلون الاغذيه هذه او الماكولات حق البيوت يعني انا اتعجب ليش يعني على كل حزه يعني انا ما نبي نسوي دعايه سيئه او مضاده لا بس عندك مطبخ مثل ما قال عندك مطبخ ياكلون خي يتعلمون على الاكل على الاكل الزين صحيح أيه؟ الا برمضان نتجمع وجبه واحده ما شاء الله بس إيه برمضان هاي تمام اي والله ماكو احد دوام ولا اكو احد عنده شيء وهم يطلبون بعد اي ليش لان يقول لك الحين ابو محمد ابو خالد ان الاوقات تختلف يعني انا مثلا انا ادخل بيت الساعه 5 عيالي متغدين خالصين اي انزين فيقول لك ما انتجاب لكن يقول لك وايد مهمه سالفه القعده يعني قبل يعني تعال حاجنا ايام قبل ابو محمد وشلون الاحترام والادب لا شلون القعده ينطرون قعده الغداء مع ابو البيت صح ايه. ها في ذاك الوقت ما يمدون ايدهم الا يقول لهم تفضلوا يلا ايه؟ سموا بالضبط اي والله لا وكم من قبلك وبعد قبل ايه؟ وبعد قبل انا اقول لك في شغله ايه؟ يعني يمكن احنا ما لحقنا عليها بعد هذه قديمه قول لي كان رب البيت او الريال ايه؟ او الابو يجي يقعد يتغدى بروحه اي بروحه يتغدى يحط له الاكل الحجيه المره تفعل. او الام تجي وتف عليه وتقعد يمه وتعطيه العيش والسمك والمرق ولا يعني الاكل هذا ايه؟ يقعد ياكل بروحه خلص غسل وراح نام تمام بعدين يجون العيال ايه. بعدين يقول العيال هذه طبعا تدل على انه في احترام للوالد لكن هذا ما يمنع انه يصير في قعدات يعني عندهم وقت فراغ طويل مو مثل وقتنا الحين اي صح في وقت فراغ طويل يقعدون مع بعض يقعدون بالليل يقعدون مثلا عقب صلاه المغرب مثلا هذه في فرصه من صلاه المغرب الى صلاه العشاء يقعدون مع بعض يسولفون يعني يكون في اجتماع ويكون في محبه ويكون في موده بينهم وبين بعض. صح. حتى البيوت العربيه قبل عن ابو محمد يعني حتى ديزاينها التصميم مالها الحين لما يجي مصمم جديد يسوي لك نفس التصميم تقول يبا هذا بيت العربي. اي لما يسوي حديقتك يقول لك الحين ما في خصوصيه بتسوي الحديقه برا الناس بيطلون على اهلك. اول مساكين تقول طاب بحفره. اي شفت شلون؟ ماي هواء. اي دريشه يا ويلي اللي حط دريشه. ماكو دريشه. اي. اي. ويرفع الطوفه بعدين البيت ها البيت العربي اي ما شاء الله بالبناء يعتمد على الستر يعتمد على الطهاره أي. يعزلون وانت بكرامه الحمامات بعيده وكل شيء ويعتمد على ملائمته للبيئه اللي احنا فيها الصحراويه هذه صح انه يكون بارد بالصيف دافي بالشتاء اي نعم يعني كلها من المواد هذه اللي قاعد يستخدمونها
تقول عندهم هذول مخططات ودرايه تيارات الهواء شلون تمر وشلون. انا مره سمعتك تسولف عن شنو اللي كانوا يحطونه من فوق السطح ينزل لي تحت يجيب لك الهواء. الباقدير. هذا بادقير. 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 احنا نقلب باقدير. باقدير. ماسك الهواء. هو عدل. بادقير. بادقير. شلون طريقته عمي ابو محمد؟ هذا مثل رقبه فوق بالسطح. ولها اربع حواجز. الهواء الشمال ما يضيع يروح الهواء يعبر. لا هواء الشرقي هي على اربع اتجاهات. حواجز. ينزل تحت على الطوفه. مع تبطيل الدريشه والباب. يهم هواء تيار خاصة البيوت اللي على البحر. صح. هذا يهم عكس اللي يطلع الهواء. اللي يطلع الهواء السيسر. في يطلع الهواء. يطلع الهواء بالمطبخ. بالمطبخ. برج. مثل مدخنة. يسمونه السيسر. ما كان مفتوح السقف ذاك الوقت. لا مو مفتوح. لا. يا دريشة. مع الباب يطلع الدخان هذا. لا نتكلم رايح بعيد ورا. رايح بعيد. أيام قبل أيام طين. أيام طين. طين. لا يصير بالمطبخ برا يسوون لهم يحطون لهم. عدل. ثلاث خراج. اي. وعلى جدر ولا هذا، هذا يسوون مطبخاني. اي. مطبخاني حق الشاي بيبي دلة قهوة شاي ولا جدر صغير من طين ولا من جص. اي. يشبون له بالعصر هني. يسمونه مطبخاني ولا كناني. مطبخاني. هذا هي من شغلات المطبخ. سمعت عن ما شاء الله ان عندنا بالاستديو وايد فخار. اي. ذاك اليوم قاعد اقرا تقرير. الله. اي الماي مفيد. ايش كثر الماي مفيد مال الفخار. صح. احنا ما نعرفه اول الحين. يعني شلون يقول لك لما تحط الماي داخل الفخار شنو الفوائد الموجوده اللي فيه؟ يدش حق الرئه ويدش يعني وايد. انا قريت عنه والله. اي ما شاء الله سبحان الله. هذا بالهواء السموم الحار هي تنز. اذا ما تنز ندي هذه خربانه. صح. اي يطقها الهواء تبرد. اي يحط الغرشه يمه فوق. هي تنز ماي وتبخر الماي ويسحب الحراره من الماي فينزل لك الماي بارد. ادخل الحب بعراوي حب الصلحي. عندك نجحله اللي ارتفاعها متر تندفن نصها بالارض بالرمل. هذه تعطي ماي ما يحتاج. صح صح. والغراش هذه. البرمه اول اذا توسخت شويه او اذا سكرت او شيء زين. نعم. قضبه وقحف. قحف اللي هو قحف اللي هو كسره من برمعتي من برمه قديمه. يخلون عندهم هذا القحف. يحكها ويحفون فيه الـ الـ البرمه. علشان يروح منها الوسخ اللي برا. نعم. ترد مره ثانيه تنز. تطلع الماي. صح. تعرق. صحيح. فيطلع الماي بارد من احسن ما يكون. صح. زي ابو خالد متى بنشوف صورك؟ انت عندك مكتبه صور تخرب. اي نعم. اي والله. اول شيء سلم على اخيتك. يلا يسلمك. اللي شافتني ذاك يوم وانا اتمشى. تقول لي متى بتشوف اخوي؟ قلت لها قريب ان شاء الله بتشوفينا. فالحين الحمد لله وفينا. ما شاء الله ابو خالد جمع صور. عنده صور تخرع. فانا انت قبل كنت تحرنا تحط صوره بالاسبوع. ما نبي صوره واحده بالاسبوع، نبي وايد ان شاء الله. هذه ما راح تسوي فيها مكتبه ولا شيء اونلاين ندخل نشوف صورنا قبل صور. والله موجوده قاعد اشتغل عليها انا الحين. صدق والله؟ اي والله. كم العدد؟ والله تقريبا بحدود 4000. 4000 مو شويه. هذا تاريخ بحد ذاته. اي والله ما يحتاج بها. الله يسلمك. احنا بدينا في سالفة يوم بديت معاكم سالفة احتفالاتنا قبل. أنا. وكان لي غرض فيها يعني في لقائي وياكم اليوم. وهذا يعني المحبة لكم على القلب دائما يعني. فأنا كنت أبي لما بديت في طريقة احتفالاتنا قبل كثر ما هي بسيطة، كثر ما هي من القلب، كثر ما تشوف أهلك وربعك وما في أحد لا يضر لا يطق لا يتهاوش لا يحذف أحد أبد. فالحين أنا أبي منكم بس كل واحد يقول لي الاحتفالات الحديثة الحين إحنا شلون نقدر نحتفل احتفالات حديثة من غير ما نضر أحد ما نأذي أحد ولا يكون لنا تجريح لأحد في المعطيات الحالية اللي هي موجودة عندنا اللي قاعد نشوفها. يعني أصبحوا يطقون الرصيف، يأذون الأهالي، معظهم يغازلون، فهذا كله تخرب كل وسائل الاحتفال اللي عندك حتى إذا بتستانس ضيق خلقك أصلا. نعم. من المشاكل اللي تشوفها عم أبو خالد. والله أنا أعتقد إنه يكون هناك يعني قوة في الأمن. أي. لازم يكون الأمن مستتب. مستتب طبعا بالنسبة مساكين مو مقصرين. بس هم ما يقدرون. والله أنا أعتقد يعني يمكن ما يمية بالمية لكن يخفف شوية
يخفف هالشغلات هذه اللي هي مو زينه. فلما في ناس يبي يسوون شغله مو زينه لما يشوفون الشرطه مثلا ماسكين بعض الشباب اللي مزعجين ماسكينهم قاطينهم في وانيت او قاطينهم في باص ودوهم الحج صح. يخافون. فانا ما اقول لك يعني ما مو 100% لكن نوعا ما. ما تشوف دور الاسره لها دور كبير يعني خصوصا توجه العيال؟ احنا قاعد نشوف ان هناك فقد كبير حق دور الاسره لان هذا ودانا على امور كثيره. يعني احنا ما نتكلم عن مصايب الشوارع بس قاعد نتكلم حتى غش ودمار في يعني في حتى في الدراسه. فابو محمد يعني هم الاسره لها دور كبير صح. في المفروض قبل لا يروح في التربيه ابطل سيارته تعال من بتروح وياه صح ما يدرون عنا من بيروح. اي والله انت ايش تسوون الحين بصوب الشاليهات؟ الناس قامت ما تروح الشاليهات بهاليوم هذا ولا المزارع صح ولا كبد صح تنكر يجرون تنكر يجي سف شفت يجي تنكر انت مطافي ولا شنو انت صحيح. اي يعني هذا مثل ما قال ابو خالد لو انه يلقى ناس تردعه والله ما يروح. هذا علق كل واحد اربطه بشبه وأقول يشوفون الناس. والله صح كلامك ترى الناس قامت تفادى تروح يعني تطلع فيها اليوم الدوريات سكاكين. اي والله وأسلحة صح. عندهم صح. وين رايح رايح حرب صح. اي والله لا هذه مو طريقة الاحتفال. انت بتحتفل بتستانس في 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 يومين استقلال بلدك وتحرير بلدك يعني تحتفل فيها بشيء يكدر خاطر يعني الاسره خصوصا لما تصير حوادث. انا لما يصير حادث وتشوف واحد صاير في شيء واحد حاطفينا ذاك اليوم بهذا شو اسمه الكره مالت الماي من بطة عينه لما تشوف تقرير الشرطه لما يعطونك تقرير داخليه عن المصايب اللي صارت تقول هذا يعني واحد له اخوك ما تقدم على هذه الخطوه ابدا. سياق اللي يقول يبطل البيبان على الحريم اي صح هذا وين قاعد صح هذا الحين لو يشوفه واحد ثاني من اهل المنطقه ما يتاوش وياه بيتاوشون وبتصير جريمه اي إيه يعني انا ماني عارف ليش هالشغلات هذه. انت روح احتفل استانس ما حد يقول شيء الا تسوي هالحركات هذه علشان تبين للناس انت والله بطل ولا قوي ولا شيء يعني صحيح. يعني احنا شفنا احتفالات واغلب الناس الكويتيين شافوا احتفالات مثلا جنيف صح لما يسوون الاستعراض هذا ما شفنا الا يعني ما يوم ولا ايام ولا يسوون شيء ابدا ما يسوون شيء ابدا ما يسوون شيء بالمره انت ديرتك تخربها. اي والله هذا اللي هذا اللي يحرك ها شوفوا سووا مثلهم صيروا مثلهم. استمتعنا وياكم ابو خالد مشكور طال عمرك اسال الله يحفظك ابو محمد مشكور فيك وسلمك وانتم بعد مشكورين على الامور هذه التراثيه والشغلات الله يحفظك ما نستغني عليك يعني من الناس اللي دائما يظهرون هالامور هذه ما نستغني طال عمرك عساك ذخر يبارك فيكم. نذكركم بالاحتفاليه ان شاء الله يوم 25 26 فبراير عسى الله يحفظكم ان شاء الله. ديروا بالكم وانتم تحتفلون في هذا في اليومين هذيله عسى الله يحفظكم. الحين معنا لقاء مع فرقه الاطفاء اللي كانت في تركيا للمشاركه في ضحايا الزلازل. خلكم معنا في دوانية التلفزيون. يدي شنو كتاب الكويت أجمل الأوطان؟ أكيد الكويت أجمل الأوطان. من قديم الزمان ربينا في أغرب مكان وعشنا الأمان وسط الصحراء أهل وإخوان ومن تراب هالأرض وصخرها بنينا كل بيت وصار هذا المكان لنا أجمل الأوطان واكتشفنا تحت هالأرض عصب الكويت ما خفنا من التحديات وبإرادتنا جددنا المحاولات ولأن خطواتنا دائماً محسوبة ونجاحاتنا مستمرة رغم الصعوبة وهذا طبعنا من سنين لأن
بعزمنا كويتيين وبجهود كل المخلصين على التطوير قادرين. الكويت أجمل الأوطان. شركة نفط الكويت. مساكم الله بالخير وحياكم الله في ديوانية التلفزيون. طبعا اليوم يوم استثنائي، فأخذنا ناحية تراثية شوية وناحية شعبية، والآن ناحية مع أبطال الكويت. طبعا الكل طبعا شاف وسمع وشارك بما حدث في طبعا من أزمة في تركيا ومن سوريا، زلازل اللي حاشتهم، وكان هناك فريق من الإطفاء طلع من عندنا من قوة الإطفاء، راحوا تركيا وراحوا بجهزتهم معداتهم. الفريق تقريبا إذا ماني غلطان من 40 أو 45 شخص مع معداتهم بطائرات عسكرية، وكانت مشاركة من دولة الكويت. الأبطال موجودين معي هنا، وهذا طبعا هو جزء من المجموعة الكبيرة اللي راحت. طبعا العقيد أيمن المفرح، مساك الله بالخير، شلونك؟ مساك الله بالنور. مساك بالخير، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والعقيد أحمد العسكر، مساك الله بالخير، شلونك أخوي أحمد؟ الحمد لله بخير. بخير. وطبعا المقدم بغلي، مساك الله بالخير، مساك الله بالنور، طيب الله يسلمك. الله يسلمك. كثير من الناس وأنا واحد منهم سمعنا عن مشاركتكم وشفنا بس الصور المبدئية، لكن إحنا ما عشنا القصة. أنا اليوم مهمتي أني أنا أخليكم تودون الشعب الكويتي، الناس اللي قاعد طالعنا يوم الجمعة وتشوف هالبرنامج، أن نعيش معاكم اللحظات هذه كلها. فأبي أبدي معاك أخوي أيمن ونروح، والأمر مفتوح حق الجماعة دشون يشاركون في أي وقت. متى ياكم البلاغ بالتجهيز للرحلة أن أنتوا لازم تروحون تشاركون من طرف الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نفس يوم الزلزال يتنا الأوامر بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده والقيادة السياسية بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الكويتي
في مساعدة إخواننا في جمهورية تركيا الصديقة. وطبعا فريق البحث والإنقاذ الكويتي هو مركز قائم في قوة الإطفاء العام، مركز البحث والإنقاذ. المركز هذا صار له من 2007 مجهز بجميع معدات الانهيارات، انهيارات المباني وانهيارات الحفر والحوادث الخطرة والأماكن المغلقة. فلذلك جتنا التوجيهات بتجهيز الفريق. نقول الزلزال صار الساعة 2:45 بالليل، جاء الزلزال الثاني الساعة ما يقارب 12 الظهر. على طول بعد الزلزال الثاني جتنا التوجيهات أن نقوم بتجهيز الفريق بالكامل. لله الحمد يعني قمنا بتوجيه الفريق بالكامل حسب أعطني الوقت. أيه؟ أنا قلت لك بديش معك كأني قاعد أشوف. أيه؟ يعني حقائق خويا. يعني أي ساعة ياك الاتصال؟ بالضبط تقريبا الساعة 1 الظهر. 1 الظهر أن جهز فريقك. نعم. جتنا أوامر نبي نكون مستعدين بالكامل بكامل الفريق ومعداته. طبعا بالوضع المحلي الفريق جاهز 24 ساعة. صح. يعني من يصير حادث الله كافينا شر داخل الكويت، كفو. خلال أقل من دقيقة الفريق متوجه. كفو. لكن احنا الحين نتكلم على حالة استثنائية، وتجهيز الفريق طبعا يقسم إلى قسمين، لأن فريق فرق البحث والإنقاذ ما توجه لمساعدة أي دولة إلا لما تأكد أنك قادر على مساعدة أو تغطية الحوادث محليا. فأول شيء تفكر فيه أن تقسم الفريق هذا إلى قسمين، مجموعة راح تغطي الحوادث داخل الكويت، ومجموعة راح تنتقل إلى مكان الكارثة والدولة الثانية. فأنتم ما أخذت الفريق الشامل كله من الكويت، خليت ناس. لا لا، هو طبعاً وهو شرط من شروط فرق البحث والإنقاذ بتغطية الدولة نفسها محلياً. يعني ما يصير تطلع الفريق بالكامل ولا سمح الله يصير شيء عندك بالديرة ما عندك فريق. فإحنا دائماً الحمد لله يعني تجهيزنا مسبق من المعدات والآليات والقوى العاملة جاهزة لتقسيم المجموعة إلى قسمين. فعلى طول خذينا الأوامر، وجهت الضباط عندنا بالمركز بتجهيز المركز بالكامل. الحين أنا على يساري العسكر. نعم. والبغلي. نعم. ياهم اتصال منك على طول. على طول. على طول. شنو كان شغلكم إذا الاتصال توقع أيمن عاد عندي حاجة. حاجة أحمد أول شيء دق على العسكر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الاتصال يعني يمكن تقريبا نفس ما قال العقيد دايمًا الساعة 1:15 بلغني إن لازم نكون شنو استعداداتنا وشنو الإمكانية إن إحنا نقدر نروح تجهيز لتركيا. فقلنا له إحنا خالصين يعني نقدر نجهز الحين، عطنا الأمر الحين أنا أبلغ الشباب وأحضرهم بالمركز وأمورنا طيبة يعني. فعلى طول قال جهز وتواجد المركز خلال نص ساعة، بلغنا الضباط اللي عندنا، بلغنا الأفراد الموجودين التوجه للمركز، وخلال تقريبا 6 إلى 7 ساعات احنا جهزنا آلياتنا، معداتنا، الشغلات اللي نحتاجها حق راحتنا. شنو الآليات اللي أخذتوها وياكم؟ عندنا آلية الانهيارات، عندنا نص نقل. شنو آلية الانهيارات؟ هاي آلية عندنا مجهزة تجهيز كامل للحوادث أو الانهيارات اللي المحوادث اللي نحتاجها ك بالحوادث هذه. أي. فتجهيزها كامل من هلاتي، من معدات تقنية عالية، عندنا مثل جهاز الدلسار، جهاز السيرج كام، الأمور هذه اللي نحتاجها لي. لا الثاني شنو هذا؟ السيرج كام؟ لا اللي قبله. دلسار هذا جهاز سنسر صوتية. سنسر مجسات صوتية. يسمع عشان ياخذ الناس اللي تحت الإنقاذ يعني. أي حركة يصير مثل توزيع سنسر 6 أو 8 سنسر بتوزيع معينة، وفي معنا جهاز أي حركة أو صوت أو أي شغلة تحرك يبين عندي مكان السنسر أو المكان اللي يغطي السنسر الحركة وين تكون. فتوزيع السناسر هذه عملية معينة، نوزع سناسر ويصير في عملية مثل منادات
اذا كان في احد داخل او شخص يعني يسمعني يمكن قاعد يسمع بس ما يقدر يتحرك او يسمعنا يقدر يحرك ايده ولا اي حركه بسيطه راح يبين عندي بالسنسر او الجهاز نفسه المونيتور الحركه وين تكون السنسر رقم واحد ولا اثنين ولا حسب توزيعه اللي احنا موزعين شغلنا فيه. فجهزنا شغلنا هذا استعملتوه هناك. انا بي بعدين حق هالقصه أي. بس اي ولا لا استعملناه هذا شيء مهم شيء مهم لعمليات البحث الانقاذ. لا وكان له فاعليه لقيت ناس تحت الانقاض عدل جدا فعال كان ومن الحركه شفتوهم في السنسرز هذا عن طريق الصوتي عدل اوكي كمل. فخلال مثل ما قلنا 6 ساعات تقريبا جهزنا الفريق كامل بمعداته والجروب او الشباب اللي قسمناهم في مثل ما قال اغي دايمن انه في مجموعه راح تكون بالكويت تغطي ومجموعه راح تروح معنا تركيا. خذينا تقريبا 31 منقذ من المركز نفسه بالاضافه كان عندنا طاقم طبي من وزاره الصحه 3 ممرض ودكتور ومسعف. عندنا 2 مهندسين من عندنا من السناد عندنا هذا اللي صيانة المعدات وصيانة الآليات اللي معنا وعندنا 2 من وزارة الإعلام لتغطية الحادث هذا أو المشاركة هذه. فمجموعنا الكامل كان كنا 45 واحد 31 منقذ والباقي موزعين كجهات اختصاص. واحد الظهر جاءت المكالمة أي ساعة بالمطار أنتوا المغلي؟ المطار احنا ثاني يوم بس انا ودي اقول عن طريقه المكالمه. كان عندنا احنا طريقه دوامنا نظام شفتات يوم بيومين بالكويت هذا كان وقت خروجي انا من القسم توك طالع مفروض بجهز للخروج من القسم احنا بشكل عام دائما نتابع الحوادث والكوارث اللي تصير الخارجيه نتشاور بين بعض ونتكلم عن طريقه الحوادث اللي تصير بحكم عملنا دائما نفس طريقه الحوادث هذه اللي كان زلازل لا سمح الله ولا فيضانات. هذا اول ما دق عليه رئيس المركز العقيد ايمن كنت بعدي نايم قال لي قمت من النوم ولا بعدي قلت له توني بقوم والله مراعيك ايمن ها ايه ما يبي يعطيني اياها مره واحده كذي كان يقول لي قاعد تشوف الاخبار واستغرب ان انا ماني عارف للحين عشان يدري ان احنا عندنا دائما تراسل مع بعض. انت كنت نايم في وقت الخروج خلاص بطلع الحين انا من القسم ودخول قسم ثاني. قلت له لا والله ابو محمد انا بعدي شنو صاير؟ قال لي شوف الاخبار ودق علي. اول ما شفت الاخبار سيدي دقيت عليه قلت له هذا الزلزال والله ما هو عادي يعني كان 7.6 تقريبا رختر. قال لي العقيد احمد الحين جايك بالطريق جهزوا شوف الجاهزية المعدات وللحين اتوقع ما يمكن ما اخذ الامر بعده بس هو سبق اتوقع سبق الحدث ان نكون احنا على تم الاستعداد حق القياده السياسيه بلغته انه يكون عارف انه يقول لهم انا بالساعه الفلانيه اقدر اتحرك. وعلى ما وصل لي العقيد احمد جهزنا المعدات وعرفنا شنو الموجود كانه يعني تعاملنا كانه خلاص يانا العز يانا البلاغ. عقبها بظرف ساعه يمكن دق قال لي خلاص 100% ان شاء الله احنا بسرع وقت على ما يجهزون القياده مع العقيد ايمن مع القوة الجوية شلون طريقة راحتنا. وهذا اللي صار ثاني يوم بالطيارات العسكرية اتوقع الفير رحنا طيارتين رحتوا طيارتين القوة الجوية ووجهنا الفريق بالكامل. طبعا احنا نتكلم من التجهيز لين طرنا طبعا ما حد ارتاح توني أي بقول يعني أنتوا يعني رحتوا من مشقة إلى مشقة أكبر ماكو راحة الراحة بالطيارة بس يمكن يعني حتى بالطيارة شوي ما تقول الطيارة عسكرية شوي أي صحيح فهم فيها تعب لكن الحمد لله يعني المجموعة أول همهم أن خذوا شرف تمثيل الكويت في المهمة هذه أمانة فلذلك الكل كان متشجع الكل ما يبي ينام يبي يجهز نفسه يجهز المعدات بسرعة علشان يقدر يجهز نفسه وملابسه وياه وخاصة أن إحنا رايحين من ظروف جوية إلى ظروف جوية مختلفة جدا. وفرق طبعا أعلنت هني تركيا باحتياجها لفرق البحث والإنقاذ الدولية طبعا في موقع تابع للأمم المتحدة يعلنون فيه باحتياجهم إلى فرق البحث والإنقاذ. فصار على طول ثاني يوم توجهنا إلى منطقة أو مطار غازي عنتاب
أول ما وصلنا طبعا كان باستقبالنا إدارة الكوارث والطوارئ التركية الآفاد مع وزارة الخارجية التركية للتنسيق على أي منطقة توجه على أي سنتر في كل مدينة سووا إدارة عمليات فيها. طبعا قطر الزلزال كبير جدا كبير جدا، فعملية توزيع الفرق بالنسبة لهم ما كانت بسيطة أمانة، وشفناها بعيننا. الحين أنتوا يعني الصعوبة في هذا الأمر إحنا نعرفه، بس أنا بعيش معاك مرحلة نزولك من الطيارة ونزولكم كلكم من الطيارة من الطيارات يوكم لوية، يعني عرف شلون؟ أنتوا روحوا مني معاكم أحد، ما هذا اللي إحنا ما نبي نعرفه الحين. نعم. شنو صار فيكم هنا؟ إحنا طبعا يعني مسبقا جهزنا بالكوارث، أنت تعرف أنه لازم تكتفي الاكتفاء الذاتي بالأمور المعيشية، فعلى طول الحمد لله يعني كنا مجهزين معانا خيام، مجهزين معانا مواد غذائية. صدق ما هي على بالي هي لازم، وكثير من الناس يمكن ما هي على بالهم هذا اللي أنت تفضل فيه، لأن تودي معك أغراضك وشغلك. أنت لو بتعيشها، صار زلزال منو بيقعد ببيته؟ منو فيها هزات ارتدادية؟ وخاصة أن أكبر كارثة صارت بهالزلزال أنه لما ضرب ثنتين إلى ربع الناس طلعت تضررت، لكن بعد 3-4 ساعات أمنت بالمكان، ردوا مرة ثانية إلى المباني، دشوا بيوتهم مرة ثانية. فلما ضرب الزلزال الساعة 12 الظهر مرة ثانية هني صارت الكارثة، كان الضرر أكبر. صح. المباني اللي طاحت أكثر، وطبعا لما شفنا بعين هناك كان يعني الدمار شامل المنطقة بالكامل. وصلنا مطار غازي عنتاب، تم توجيهنا إلى أقرب مكان تم توفيره لنا، كان مستودع تخزين ملابس وأغذية. مستودع هنجر كان هنجر. انتوا طلعتوا كلكم للهنجر من المطار؟ احنا طلعنا من المطار توجهنا للهنجر هذا. جهزنا مكاننا اساس. لا الهنجر ايش بعده عن الضرر مكان الزلزال؟ تقريبا لا كان في ثلث ساعه، يمكن نص ساعه. ثلث ساعه لا المطار ثلث ساعه بس عن المطار الزلزال. لا عن مكان الزلزال اي، وبعدين صار في توجيه لنا لانتقال فريق ويباشر عملياته بمنطقه اصلاحيه على طول. اي فاحنا وانتم ما ارتحتوا كلش من وصلنا متاخر. كنا احنا وصلنا تقريبا يمكن 10 بالليل وصلنا، 5 ساعات كانت الطياره. فوصلنا المطار على طول، خذينا اللوكيشن اللي احنا المفروض نروح له، خذينا المكان اللي نقعد فيه الهنجر هذا، جهزنا المكان عشان يرتاحون الشباب. ثاني يوم الصبح حركنا ل اصلاحيه لقينا مكان، رحنا الافاد اللي هو مركز إدارة الكوارث التركية، وأعطونا مكان أساس نحط مخيمنا فيه أو معسكرنا فيه. كان يمنا يمكن معسكر الإسباني، فحطينا معسكرنا، جهزنا شغلنا هذا بصلاحية. فبعدها جهزنا مكاننا، خذينا المكان اللي إحنا لازم نروح انتشال الجثث أو إخراج والبحث عن المصابين، وتوجهت الفرقة. طبعا إحنا قسمنا فرقنا، قسمنا شغلنا، صارت المجموعة اللي ويانا تقسمت لي 3 شفتات أو 3 مجاميع، كل مجموعة تشتغل 8 ساعات ومجموعتين واحدة ستاند باي. قسمتوا روحكم عشان لأن إحنا كان شغلنا تقريبا 24 ساعة يعني يعني ما يوقف الشغل. الموقع إذا استلمنا موقع أو مبنى يشتغل عليه 24 ساعة متواصلة، فثمان ساعات شفت نبدل ستاند باي شفت اللي وراء، وفي شفت وراء عشان الشغل ما يوقف. فهذا كان الشغل متواصل لعمليات البحث والإنقاذ هذه. نعم. شنو اللي شفتوه؟ هذه أول مرة تروحون مكان حايشة زلزال بهالضخامة. اللي شفتوه شيء إحنا ما شفناه بحياتنا، بس أنتوا شفتوه وعشتوه. صح. شنو اللي شفتوه؟ اللي شفناه ولا يعني أول هزر ارتدادية جاتنا بالهنجر. كنتوا موجودين؟ ايه. هذا اول هزة حسينا فيها. اي نعم. يوم اللي كنا قاعد نجهز كنا بالهنجر صحيح؟ هذا اول هزة ارتدادية، واحنا يعني كنا تونا واصلين قاعد نذهب الاغراض. نعم. هذا اول احساس، مو اول شيء شفناه حسينا فيه.
من بعد ما طلعنا وتوجهنا على صلاحية اللي هو مركز اللي وجهونا في إدارة الكوارث التركية للتعامل مع البلاغات هناك. أول ما دخلنا المنطقة دخولنا للمنطقة كأن يعني أقدر أختصرها لك كأن داشين على كثر ما راح أقول ما راح أقدر أنقل الصورة من المنظر. أول شيء الكهرباء مقطوعة بالكامل بالكامل من المنطقة، دخول من المنطقة طول الطريق يمينك وسارك المباني كلها نازلة، وإذا مبنى مو نازل يكون مايل مايل خلاص يعني بيطيح يا من جهة ميلانة. المنظر يعني لا يوصف نهائيا، بس لله الحمد والمنة عدت على خير. ثلاث فرق قسمتوهم كل واحد يشتغل شفتات مجاميع، ثلاث مجاميع. اللي عرفت أن أنت أول مرة تنتشل جثث شفتها لا تحت الأنقاض. لا احنا 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 بطبيعه شغلنا يمكن حتى بالحوادث اللي بالكويت هي. احنا متعاملين مع الامور هذه يعني مو اول مره احنا نتعامل مع الشيء اللي شفته. احنا اللي صار احنا يعني بالكويت طلعنا مباني منهارا، رحنا واجهنا حوادث مماثله، بس تلقى مبنى واحد. احنا لما وصلنا هناك مدينه كامله طايحه، مدينه كامله مبانيها مهجوره والمباني كلها طايحه مثل ما قال مقدم محمد مهجوره على مدى الطريق طول ما احنا رايح يمينك وسارك كله نازلين وللحين ما تم التعامل معاهم. عشان ثاني يوم احنا واصلين، بس انتم تم تحديد موقعكم قالوا لكم دوروا في المكان عدل. ايه احنا طبعا على ما حطينا طبعا هناك معسكر. اي طبعا في بلاغات من اهالي المبنى يقول لك انا طالع، انا ابوي داخل، اخوي داخل، انا طلعت وباقي ثلاثه داخل. فبناء على التوجيهات هذه هم يكلمون المركز الافاد اللي هو مال الكوارث. نعم. فيبلغون ان نتوجه لهم فناخذ معلومات منهم. يقول لك انا مثلا شقتي هنا، انا بالطابق الرابع طابق الارضي، فالمعلومات هاي ناخذها من اصحاب الشقق او البيوت اللي هناك. فاول موقع استلمناه كان بناء على توجيههم، كان قال لنا يمكن في اربعه اخوه وخاله واثنين وياهم. نعم. فاعطانا الموقع، اعطانا مكان اللي هو مفروض ان شقته او دخلت المبنى هنا. طبعا المبنى كله هو طايح ف يعني دخلتك صعبه وشغلك اصعب. فقمنا وزعنا الفرق، وزعنا الشغل، منو يمسك منو يشتغل، محمد يوقف، فلان يقعد، جهز الشغل، فالامور اللي ترتب لعمليه البحث والانقاذ. هم يمكن توقعوا ان بسرعه تشوفون وتحفرون، لكن في فرق ثانيه تحفر لان انتم مهمتكم البحث. هو اللي صار هناك يعني احنا اول ما نوصل العقيد ابو محمد كان متواصل وعدنا للمعسكر على ما قاعد نجهز المعدات ونزلها. ابو محمد العقيد ابو محمد توجه لاداره الكوارث عشان ياخذ منهم معلومات وين الموقع اللي راح يوجهونا عليه. احنا ما نقدر نروح دايره على طول البلاغ. اثناء العمليه هذه اللي ابو محمد توجه لها اللي كان ياخذ البلاغ وياخذ موقعنا وين، يوم حطينا المعدات وذهبنا الآليات، أول بلغ اللي وجهتنا عليه أبو محمد وين كان اللي هو بصلاحية. بصلاحية أول بلغ توجهنا له اللي هو قال عنه أحمد اللي راعي البيت كان موجود، قال ولدي كنا وأخوي خالة وأخوي أو شيء. يعني كانوا أربع أشخاص كانوا اللي سلمنا من البلاغ واشتغلنا على المكان اللي هو بلغنا عليه وصارت عملية البحث أو شيء. وإحنا طبعا إحنا موضوع الاختراق الصبات هذه او الكونكريت من جهه الفريق عندنا احنا معداتنا وشغلنا كنا نشتغل سواء بالتكسير او بالسناسر او بالسيرش كامل احنا المعدات اللي نحتاجها قاعد نشتغل فيها بموقع الحادث. فكنا فرق نتوزع، ناس تسوي السيرش هذا، ناس مثلا تستخدم الدلسار الجهاز الفي اللي قلنا عنه، زائد في جهه كنا نكسر عشان نشوف لنا مثل ثغرة عشان ندش لداخل المبنى. شنو كان شعور الناس اللي لقيتوهم ومحمد تحت الأنقاض؟ يعني هذا شيء يعني يهز البدن. الوضع صعب، بس يعني على أساس أبدي بعمليات الإنقاذ بس بنوه على شغلة، لأن احنا نقرأ بالسوشيال ميديا والناس تذكر أن فرق البحث والإنقاذ، فريق البحث والإنقاذ الكويتي متخصص في هذه العمليات، عمليات الحوادث الكبيرة والانهيارات. وأذكر منها بالسابق
انهيار اللي صار في حسينية الأحمدي واللي تعاملنا وياه تعامل كامل، الانهيار انهيار مبنى الكويتية، انهيار المطلع اللي حصل، وانهيار اللي صار في مطار الكويت. فمركز البحث والإنقاذ هو المركز المتخصص في هذه العمليات كلها وعنده الأجهزة اللازمة فيها. تعقيبا على كلام الإخوان، وقت ما وصلنا منطقة إصلاحية طبعا إدارة الكوارث والطوارئ التركية توجه الفرق إلى المواقع اللي جاية البلاغات فيها. فإحنا أول ما وصلنا بلغوني روحوا هذه المنطقة، إحنا الحين وفرناها لكم على أساس مقر لفريق البحث والإنقاذ الكويتي كمنطقة آمنة تقدرون تحطون فيها شغلكم، ولما تجهزون بلغونا على أساس نوجهكم. فإحنا على طول قلنا لهم إحنا جاهزين، قال أنتوا جايين من تعب، وصدق يعني إحنا جينا من مشوار كان فيه جهد، لكن الحمد لله الشباب كانوا متحمسين أن يتعاملون مع البلاغات بشكل سريع. فقسمنا المجموعة على طول، خذينا مجموعة العمليات للتعامل مع حوادث البحث والإنقاذ، ومجموعة ثانية راحت تجهز المخيم أو موقع الفريق حسب ما يانا من إدارة الكوارث. ومحمد عسكر يقول بغلي إن حاشتكم ضربات ارتدادية، والعدد اللي طلع الإحصائي طلع 6040. يعني أنتوا شلون كان الشعور وأنتوا تشتغلون وقاعد تشوفون الأرض تهتز؟ لا إحنا يعني شوف، أول يوم أول مبنى استلمناه كان مبنى من أظن 8 أدوار أو 9 أدوار منهار بالكامل، بالكامل، وملاصق يمه مبنيين نفس الحجم، ومبنى فيهم مايل ومبنى فيهم يعني آيل للسقوط. فعلى أساس أشتغل في هالمكان وأبدأ بعمليات البحث واستخدم معدات البحث على الأحياء تحت الأنقاض ومعدات الثانية الكاميرات البحث والكاميرات الحرارية، لازم أتأكد من المكان إنه آمن على أساس أقدر أشتغل. لكن هو الفعلي ما في مكان آمن، توني أنا بقول يعني مبنى مايل، يعني أنت تشتغل تحته وممكن يطيح عليك. ما في أمانة مكان آمن، شغلك نفس شغلنا بالكويت، الشغل فيه خطورة، يبقى أنت تأمن نفسك، تأمن فرقتك، تأمن الموقع، لكن يعني ما في شغل لعمليات البحث والإنقاذ أنا أقول فيه آمن 100%. لابد سألتك سؤال في بداية هذا، أبي أرجع مرة ثانية عليه ضروري، شنو شعوركم أنتوا قاعد تطلعون ناس من تحت الأنقاض؟ يعني شفتوا ناس أحياء وشفتوا ناس ميتة. نعم. إحنا إيش قاعد نتكلم عنه؟ الأعداد كبيرة، إيش كثر يعني إحنا قاعد نتكلم عنه؟ والله يعني نتكلم على الوفيات. نعم. كبيرة جدا، يعني ما في مبنى ندخله نطلع منه بدون ما نطلع وفيات. المباني في منطقة إصلاحية أمانة كل مبنى استلمناه مو أقل من 10 إلى 15 شخص تحت الأنقاض. طبعا انتشارك، كل موقع يتشارك فيه ما بين فرق البحث والإنقاذ والفرق البحث والإنقاذ التركية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية التركية مع فرق البحث والإنقاذ الدولية. ففي موقع الحادث هم يتم تقسيم العمل، لكن الأمانة يعني أنا أذكر أول 6 أيام ما قعدنا ما نمنا أول 6 أيام، يمكن حصيلة نوم المجموعة على أساس يطلعون بالأكبر قدر من عمليات الإنقاذ أو الانتشال. أقول لك خلال 6 أيام 7 أيام يمكن كثيرنا نايم 7 ساعات مجمل الأيام هذه كلها. فكان يعني إذا بصف لك الشعور إن ما حد يبي يرتاح، ما حد يبي يرد المخيم على أساس يساعد في عمليات البحث والإنقاذ. كانت الخطة إن نوزع الفرق 3 فرق، فرقة تشتغل
وفرقتين ترتاح، لكن حجم الدمار اللي موجود عدنا توزيع الفرق، خلينا فرقتين بحث ونقاذ وفرقة فيها معدات تقنية اللي فيها كاميرات البحث والنقاذ تقريبا. آخر أربع أيام يمكن صار آخر أربع أيام صار نفس التوزيع اللي قالها عقيد أيمن، فرقة حق المعدات التقنية، وكانوا يتحركون على بناء على توجيهات الأفاد، ما يتوجهون يتوجهون من لوكيشن لوكيشن، تشيك المكان هذا، دخل السناسر وتشيك، تعطي الأبديت مالك، تروح حق لوكيشن ثانية، فيمكن بساعة ونص ساعتين يتوجهون لثلاث أربع أماكن لعمليات البحث هذا. مساء أبو عدنان اللي هو دكتور علي حسن مخرجنا قال لي اسأل عسكر، عشان شي سألتك أنت دشيت وقاعد تشيل الجثث، قال لي سأله شنو كان شعوره، فأنا سألتك لأنه قال لي سأله، فهذا سؤال خارج الإعداد عشان شي قاعد أسألك شخصيا فيه كشعور شلون قاعد اشيل يعني. لا لا شنو يعني عطني هالمرحله، وصلني حق هالمرحله. هي المرحله شو احنا مجربين بالشغل هذا، ما اظن تقدر توصفها يعني، ما ينوصف، وبس انه كنا نشتغل على كل حاله او كل جثه عشان ننتشلها، ترى نشتغل فيها يمكن من ثلاث لاربع ساعات، لان اربع ساعات اي مو سهل انك تطلعها كامله، تطلعها كامله إيه؟ وتلقى انت تشتغل ساعتين ثلاث تلقى الريل محشوره ولا الايد محشوره ولا جزء من الجسم، فكنا نشتغل يمكن البغلي تلقاه داش مسوي له مثل مكان داش عشان يشيل ولا يوخر الايد ولا يكسر شيء بالمعدات اللي عندنا، فكنا نساعد بالامور هذه. احنا اشتغلنا جربنا الامور هذه بالكويت يعني محليا، برا هذا ما يخص الناس الله يرحمها المتوفيه، بس في ناس احياء لقيتوها تحت. في يمكن فرقه تركيه ساعدنا احنا، كان شغلنا مشاركين وياهم، لقوا واحد حي، مساعدتنا مساعدتهم طبعا، مو بس احنا طلعنا او ساعدنا يعني الإخراج. كان هذا ترى أحد المواقف منو اللي شافه فيكم يعني؟ لا مو كان فرقة تركية طبعاً هي اللي شغالة بالموقع، وإحنا موجودين معاهم على المعدات التقنية، فأمانة يعني إذا ممكن أن أوصل لك نوعاً ما الوصف، لما أذكروا أن في شخص أو سمعوا صوت، المنطقة كلها سكتت، المنطقة كلها تنطر شنو الصوت اللي موجود. بلغت أنا رئيس الفريق التركي أن معداتنا جاهزة ويانا، شنو ما تبون، كاميرات البحث، كاميرات الحرارية، تأكدون من أن الشخص عايش ولا ميت. قال الحين بنتأكد. فالفريق اللي موجود التركي قدر يوصل حق الشخص، فأذكر سأله عن اسمه، قال علي هان. علي هان يومها علي هان، يمكن تركيا كلها تسمع بالاسم هذا. هذا علي كل هان. كل انتو من صرخ طرف بهذا. هي علي هان علي هان، لين وصل لأهله. يعني كان الشعور إن يوم تسمع إن وتشوف إن في واحد حي، شعور لا يوصف. تم العمل على إخراج الشخص هذا على بصورة سليمة طبعاً. شلون؟ كم أخذ الوقت عشان طلعونه؟ لا أخذ تقريباً يعني من اكتشافه لين طلع أخذ له مو أقل من ساعتين. شوف يعني أنا قاعد أقيسها كمقياس إنه يعني أنتوا تعبتوا عشان شخص واحد. هو مو بس هالمقياس، أنا الحين بقيس لك وأنت عاد توصف الشعور لما طلع الشخص طبعاً مع الإسعافات الأولية. والجو هناك بارد جدا، غطوا وعطوا الادويه اللازمه من الدربات. اول ما طلع وسلمون الاسعاف فبلغونا، قالوا لنا احنا نشوف كنا في شيء تحته، فتاكدوا لنا، نبيكم تحفرون زياده وتاكدون. بلغوكم انتم؟ اي. فوجهت الفرقه ان يتاكدون من المكان. اول ما يعني بطلنا الحفرة زيادة لقينا شخص طبعا متوفي، الله يرحمه. خذينا تقريبا ما يقارب ساعتين إلى ثلاث ساعات على أساس نطلع الشخص هذا. طلع الشخص هذا أم
اللي عايش. فتخيل هذا كان هذا كان أي يوم؟ هذا كان اليوم السادس من الزلزال. ست أيام تحت. ست أيام وهو فوق صدر أمه. لا إله. أمه متوفية وهو عايش. فكان صراحة يعني الوضع على أساس كذا أقول لك في أمور ما تقدر توصفها. صحيح. الشعور يعني شيء صعب جدا. يعني هذا أنا أقدر أقول لك هذا أبسط العمليات يمكن اللي اشتغلنا فيها، غير طبعا الأطفال، عوائل كاملة موجودة في غرفة واحدة ولا مبنى واحد، تلاقي شخص نجا من هالعائلة والباقي كلهم تحت الأنقاض. فأنت على أساس التعامل مع ما بين الأهالي وما بين أنك صحيح. تحرص أنك تطلع الشخص هذا صح. كامل، لا هو مقصص ولا هو يعني متأثر. الأهالي أبو محمد كانوا دار بداركم عدل، يعني يبون تقريبا طبعا هناك الأهالي أمانة اللي شفناه منهم تعاون الكل. المنطقة مثل ما قالوا الإخوان انقطع فيها الماء، انقطعت فيها الكهرباء، جميع الأمور المعيشية وقفت علشان احنا حتى حق الفريق نوفر التغذية اللازمة واحتياجات الفريق. كنا ندز مجموعة ساعتين ثلاث ساعات بالسيارة المناطق ثانية على أساس يجيبون الاحتياجات، لكن الأهالي كانوا أمانة فيهم تعاون كبير. الفرق التطوعية أمانة يعني جبارة اللي سووه هناك، يعني منهم تجار، منهم يعني ما هم أصحاب اختصاص لكن أصبحوا أصحاب اختصاص بجمعتهم هذه. بغلي، أنت كضابط اتصال شو الاتصالات كانت تجيك؟ ضابط عمليات. شو الاتصالات كانت تجيك؟ كان يوجهني العقيد أيمن والعقيد أحمد على الأماكن اللي يأخذون معلومات أن المبنى هذا بالجهة الفلانية بالدور الثالث في عائلة، حسب المعلومات اللي يأخذونها من الأهالي اللي برا أو من مركز الكوارث التركية. إحنا كان لازم سابق الوقت، لأن أنت كل ما يطوف الوقت أنت عارف أنه انهيار، لا المحشورين تحت ماكو أكل ماكو ماي وبرودة الجو. هذا الوقت كان يعني عامل مهم لنا أن احنا نسابق الوقت. طريقة دخول المبنى جدا كانت صعبة، لازم نأمنها قبل الدخول. وبرا كنا نحط ضابط السيفتي على أساس إذا صارت هزة ارتدادية أو أي حركة تصير بالمبنى يعطينا بلاغ. حتى أتوقع العقيد محمد زودهم بالفيديو، إن شاء الله راح تشوفونه، هذا إنه في طريقة بالصفار يصفرونها كتنبيهية، لهم أكثر من طريقة، فيها حق الإخلاء وفيها حق إن العموم يسكت لأن احتمال سمعنا صوت. اللي كان يأثر حيل وقت إن نتوجه من المبنى، الحين قاعد أقول لك المبنى 10 أدوار ونازل كله على بعضه، كل غرفة فيها عوائل وفيها أشخاص، دليلنا شنو كان؟ لأن صار الزلزال الفير، دليلنا يا المخدة يا الكبل. لما نحفر نكسر ونحفر بس نصيد مخدة أو كمبل ندري ما فيش، هني 90% عندي شخص أنا، هذا هني تبلش من داخل نخف الشغل وندعي من داخلنا إن شاء الله يكون حي. طبعا حسب الوضعية سقوط المبنى، إذا كان طايح عليه بلوك كامل تارك له مجال يكون يقدر يعيش فيها 6 أيام 7 أيام، أما إذا كان نازل عليه رحمة الله عليه 6 أيام 7 أيام لا أكل لا شيء. في ناس طلعوهم لليوم 12 ظلوا يطلعون. شو الإحصائية مغلي؟ يعني هل في إحصائية معينة؟ لا أمس قالوا 44,000. لا أنتم والله عشرات يعني. فريق الكويتي والله إحنا كإحصائية كانت وايد، يعني ما قمنا نعد صراحة، والعدد كبير. ومثل ما قلنا كل عملية كل شخص نطلعه ياخذ لك 8-4 ساعات شغل يعني جهد كبير لإخراج مثلا الجثة هذه وتسليمها بأقل أضرار. نعم. فكان شغل جدا جبار، شغل يعني فيه جهد كبير، ما كان سهل. في ناس يمكن تتخيل أن جثة نطلعها بسهولة، لا مو لا أنت وضحته،
كان يعني موضوع توضيحكم وايد وايد يعني في تكسير وايد. اي انا ما كنت ادري ساعتين ثلاث ساعات عشان طلعوا ودي بس انوه على طريقه التكسير عشان مهم المشاهد يكون عارف الموضوع هذا. الحين انا باختصرها المبنى خلينا نقول 10 ادوار. اذا نزل طبعا هو لما ينزل انت راح تشوفه دورين كانه دورين بس هو 10 ادوار نازل على بعض. نصيد فتحه. الفتحه لازم تروح داخلها على اساس تدور احياء داخل. هدفنا بالاساس كان انقاذ الاحياء. نعم. عشان اخترق المكان اكمل راح تلقى الفتحه هذه شو اللي خلاها ماسكه؟ يكون في صبه موجوده ماسكه سوت الجاب هذا. انت اذا كسرت الصبه هذه راح يرد يسكر. صح. احتمال تحت الصبه هذه يكون في شخص. عاد تكسيرها يبي له احترافيه كبيره وحذر كبير. صح. يعني هو يعني اي غلطه يمكن الفريق كله يكون بمرحله خطر كبيره. صحيح. فاحنا دقيقين بعمليه الكسر، دقيقين لاخراج اذا شفنا خصوصا اذا شفنا جثه شلون نوصل لها بامن طريقه واخراجها سليمه او باقل اضرار. الحين وصلنا حق نهايه اللقاء، ابي كلمه من كل واحد فيكم. البغلي ببدي فيك. خلي اخر واحد. اخر واحد. اي اول شيء شكرا على الاستضافه الطيبه هذه. أقل شيء نقدر نسويه. وشكر أول شيء لسيدي حضر صاحب السمو ولي عهد الأمين، وشكر للإخوان الفريق نفسه، والحمد لله على سلامتهم. وكنت أقول كلمة أول ما ردينا كنت أقول عسى الله يكتب لنا الأجر فيه العمل اللي سويناه. وإحنا عملنا قبل يكون عمل مهني عملنا إنساني. صح. وعسى الله يكتب لنا فيه الأجر يا رب يا رب. أشكر مشكورين على الاستضافة. نشكر القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ونائب الأول وزير الداخلية الشيخ طلال خالد، ورئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد لتوجيهاتهم وتعاونهم، وصراحة ما خلوا علينا قاصر. وأشكر السفارة الكويتية اللي بتركيا، السفير الكويتي كان على اتصال دائم مع رئيس الفريق، الملحق العسكري بعميد ماجد الماجد ما قصر بسؤاله ولبوا احتياجات الفريق كامل. أشكر الفريق كله من أكبر واحد لأصغر واحد لمجهودهم وعطائهم وتحملونا بالشغل هذا، وقدرنا نسوي شيء باسم الكويت. أكيد مثل ما قال مقدم محمد إحنا واجبنا إنساني، قدرنا نسوي اللي احنا نقدر عليه ويمكن بمجهود جبار صراحه. اشكر الكل، اشكرك انت على الاستضافه، اشكر القائمين على البرنامج، والله يعطيك العافيه. مشكور. ومحمد تفضل. طبعا شرف لنا ان نلنا ثقه صاحب السمو امير البلاد ولي عهد الامين والقياده السياسيه ورئيس قوه الاطفاء في تمثيل دولة الكويت في مساعدة جمهورية تركيا الصديقة، بالإضافة إلى طبعا الشكر الجزيل لفريق البحث والإنقاذ الكويتي. أمانة فريق بالكامل بيضها، عانوا وتعبوا واجتهدوا وخاطروا بحياتهم مخاطرة كبيرة لمساعدة المتضررين في هذا الزلزال بجميع كوادره، من كوادر البحث والإنقاذ والفنيين والإعلاميين والطاقم الطبي أيضا. أمانة عانوا معاناة كبيرة هناك، ويعني الجهد اللي بذلوه جهد كبير يشكرون عليه. وطبعا هذا شرف لنا أن قمنا بهذا الواجب. هو شكرا لجميع الأشخاص اللي شكرونا وتواصلوا ويانا. أمانة هذا حق واجب علينا بمساعدة الجميع بما يخص اختصاصنا في عمليات البحث والإنقاذ. وشكرا لكم اللي أعطيتونا الوقت أن نشرح دور فريق البحث والإنقاذ الكويتي في الزلزال المدمر اللي حدث في جمهورية تركيا الصديقة. مشكورين، أسأل الله يعطيكم العافية. الله بنظرنا أنتوا أبطال. جزاك الله خير. سأل الله يحفظكم إن شاء الله. جزاك الله خير. في ختام الحلقة نتمنى لكم إن شاء الله يعني أن يكون هناك أعياد سعيدة عليكم يوم 25 وعيد الاستقلال كذلك يوم 26، وهذه حلقة خاصة سويناها في هذه المناسبة. إن شاء الله تستمتعون فيها، وكل عام وأنتم بألف خير. نلقاكم
الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يحفظكم، في أمان الله.